نطمن اكتر على صحه الفنان الكبير سمير صبري واللي معايا دلوقتي على التليفون منورني في 90 دقيقه. اهلا وسهلا يا استاذ سمير. بس ما اهلا بيكي. اهلا 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 بيك، وصوتك بيطمننا والحقيقة يعني بيخلينا ان احنا نشعر بالسعادة لما بيكون صوتك كده معانا في 90 دقيقة. الحقيقة عايزين نطمن عليك، قولنا عامل ايه دلوقتي، وطمن كل محبينك ومشاهدينك انت عامل ايه، وطمننا على صحتك. والله قرار سيد رئيس الجمهورية بنقلي الى احدى مستشفيات القوات المسلحة كان شيء عظيم جدا جدا جدا. العناية اللي بشوفها ما شفتهاش في حياتي في أي حتة، فعلا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، حقيقي يعني. أعظم آه. الأطباء موجودين بيشوفوني تقريبا كل 10 دقائق ربع ساعة، في دكتور بيشوف حالتي شكلها إيه. أنا شايف إن من ساعة ما جيت الصبحية لحد دلوقتي معنويا أنا زي ما بقاش أحسن، وأنا رئيس الجمهورية هو اللي بيشفيني زي ما شافها مصر من القرف اللي كنا فيه، بيشفيني أنا كمان، وبيشفي كل فنان وبيقف بجانب كل فنان وكل أديب وكل مبدع. ده شيء ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك. شعورك ايه استاذ سمير لما سمعت قرار سيادة الرئيس بعلاجك على نفقة الدولة، او حتى اهتمامه بان هو يعني يطمن على صحتك؟ بص هقول لك حاجة، انا بقالي سنة ونص بتعالج على حسابي انا، لما اللي ورايا واللي قدامي راح. انا عارف انا عارف، ومش عايز تقول انت مرضتش، كده ما انت ما يعني بترضاش. لما جه في وقته ده يعني ما اقدرش اقول لك هقول لك ايه يعني. وهي حاجه بسيطه، ان رئيس بلدك بيهتم بصحه مواطن بسيط، مش سمير صبري. انا بشوف انه بيهتم بالست اللي بتبيع ما اعرفش ايه في الشارع، والراجل اللي في إيه. هو ده رئيس مصر اللي احنا كنا محتاجينه من زمان حقيقه يعني. أستاذ سمير عايزة أقول لك إنك يعني اللي أنت قدمته للفن المصري عظيم وكبير ومحفور جوانا كلنا، ويعني ممكن نسميه إنه دين في رقبة كل مصري، والرئيس عبد الفتاح السيسي هو أب عن كل المصريين طبعا، فرد الدين اللي في رقبتنا ليك. الله يخليك، الله يخليك، عايزينك تقوم بالسلامة وتشد حيلك، وعايز اعرف الدكاتره يقولوا لك ايه برضو، طمنا يعني. لا اديني يومين ثلاثه كده وكلميني وانا اقول لك بقى ايه. خلاص ان شاء الله، باذن الله ان شاء الله. بس انا شايفه انه اسبوعين ثلاثه وتكون جنبي هنا، ايه رايك في الاستوديو؟ ليه لا، الامل الامل مش بعيد على ربنا ابدا 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 ابدا، صح؟ ابدا ان شاء الله. عايزاك توجه كلمة لكل جمهورك من خلال 90 دقيقة يا أستاذ سمير. مش عارف أقول لكم إيه على كل الحب اللي ما كنتش متخيله اللي بتحبهولي. مش عارف أقول إيه للي جولي بنفسهم بدل المرة 10. أميرة أحمد، حسين فهد، مروة أمين، الدنيا سمير غانم رغم كل ظروفها الصعبة. مش قادر اقول لك مين ولا مين ولا مين ولا مين. انا شفت بعيني، انا شفت بعيني، ما حدش حكالي. الحمد لله. ربنا يخليك للناس اللي بتحبك. اخر حاجه مش عايزه اتعبك، عايزاك توجه احساسك او كلمه ومشاعرك للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احبك، احبك لانك رجعت لي مصر، احبك لأنك رجعت مصر للدنيا، بحبك لأنك نوعت سلاحي، بحبك رجعت الإحترام لبلدي، رجعت كلمة بلد لبلدي، بحبك لإنجازاتك اللي محدش لحد دلوقتي مش حاسين بالقيمة الكبيرة اللي معمولة. ربنا يحفظك 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 يحفظك، واستمر. ربنا معاك، ربنا معاك.
يا رب، وإن شاء الله تقوم لنا بالسلامة أستاذ سمير، وبتمنى لك الشفاء العاجل، وإن شاء الله كل التحية وكل الشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار علاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة، لأنه الحقيقة أنا بعتبر وبشوف وكل الناس شايفة إن دي رسالة كبيرة ومهمة في نظرة الدولة المصرية لقوة الفن الناعمة ورموز الفن المصري.